مرحبا ووسهلا فيكم مهرجان أم الإمارات، مهرجان الخير، مهرجان التراث، مهرجان الطفولة. للمزيد تابعونا في هالتقرير. مشاركتنا هذه السنة في مهرجان أم الإمارات 2017 بمنحوتة رملية عن عالم البحار، من خلالها نبعث رسالة كيف تحمي الحيوانات البحرية من الانقراض، وفي نفس الوقت ورشة العمل نعلم كل الجمهور كيف تقنية التعامل مع الرمل وشو فوائد الرمل طبعا، ومن خلال صنع أشكال بحرية، الأسماك أو الحيتان أو فرس البحر مثل ما أنتم شايفين في الخلفية، وإن شاء الله ننقل رسالة مجتمعية يعني هادفة اللي هي الحفاظ على الحيوانات البحرية من الانقراض. أول مشاركتنا في مهرجان أم الإمارات، ونحن عارضين شو اسمه المحارة، محارة إماراتية مختصص الحريم، يجون يختارون ونحن نفتح لهم المحارة في نفلقها، هم يختارون لولو ونحن نسوي لهم سلاسل، كل محارة فيها لولو. أتمنى أنكم استمتعتم معنا في هاي الجولة في مهرجان أم الإمارات.